كشف نادي ليفربول عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف موسم 2023-2024 في الفريق، وينافس محمد صلاح بهدفين على جائزة هدف الموسم في ليفربول التي يحددها تصويت المشجعين على الموقع الرسمي للنادي. الهدف الأول سجله محمد صلاح في مرمى إيفرتون بالديربي بالجولة 9 من الدوري الإنجليزي في مباراة أحرز فيها هدفين ليقود فريقه للفوز 2-0، والهدف الثاني سجله قائد منتخب مصر في فوز ليفربول على برايتون 2-1 في الجولة 30 من البريمير ليج. وبخلاف التسجيل، صنع صلاح 3 أهداف أيضا مرشحة لجائزة هدف الموسم في ليفربول، وتحديدا هدف نوينز في نيوكاسل، وأرنولد ضد مانشستر سيتي، وهارفي إليوت ضد توتنهام هوتسبور. والأهداف المرشحة لجائزة هدف الموسم في ليفربول هي كالتالي: داروين نونز ضد نيوكاسل، دومينيك سوبسلاي ضد ليستر سيتي، محمد صلاح ضد إيفرتون، ألكسندر أرنولد ضد مانشستر سيتي، أليكسيس ماكاليستير ضد فولهام، كونر برادلي ضد تشيلسي، داروين نونز ضد برينتفورد، محمد صلاح ضد برايتون، أليكسيس ماكاليستير ضد شيفيلد يونايتد، هارفي إليوت ضد توتنهام.